قال وزير خارجية قطر إن استعدادات بلاده لكأس العالم 2022 مستمرة بشكل كامل بعد أن أصلحت خطوط الإمدادات التي تعطلت لفترة قصيرة العام الماضي بسبب الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها في الخليج، مؤكدا أن اقتصاد قطر ينمو بأسرع مما كان متوقعا. سيادة العميد، يعني بحسب قول وزير خارجية قطر نقدر نقول أنه قطر قدرت تتجاوز المرحلة والمقاطعة اللي مرت بيها؟ لا، هو يقول اللي هو عايزه، هو الواقع بيقول وبالأرقام. اللي كان بينقل مواد البناء من السعودية بري زي اللي بيجيب من تركيا وبيجيب من إيران، ده يعني ده كلام هو بس، يعني الاستهلاك المحلي عنده ومش هنردده، لا هو في تأثير. والمؤشرات الاقتصادية بتقول ان الدين القطري اصبح في المعدل الخطر اكتر من مصر بالمناسبة في التصنيفات، رغم انها دولة عندها فائض كبير الانتاج من البترول نفط والغاز وخلافه، لكن هو ده هو بيحاول، لكن في تأثير هو، والطبيعي ان هو يقول ان فيش تأثير.